دكتور غسان، عندنا 10 أسئلة لازم تجاوبنا عليها بسرعة وبدون تردد. جاهز؟ نعم. أفضل جهاز لعلاج مشاكل البشر؟ ليزر لزمت بيبي فيس. أفضل جهاز مايكرو نيدلينج؟ مورفيا سوبرو من إنمول. أفضل جهاز ليزر لعلاج الندل؟ أكشن تول فراكشنر إيربيا. أفضل جهاز لإزالة الشعر؟ كلاريتي وكاندل. أفضل إبرة خيوط سائلة؟ لالوما. أفضل فيلر للشفة؟ بيرفكتر فرنسي. أفضل بلازما لترميم البشرة؟ أرثريكس الألماني. أفضل جهاز للتجميل الضوئي؟ هين لايت 2 من الليتروني. أفضل أبرة نظارة؟ RRS لونج لاست. أفضل جهاز تقشير كربوني؟ سبكترا إكس تي بدون منازع طبعا. زين دكتور غسان، شنو أكثر إجراء تحبه من اللي ذكرته؟ طبعا ليزر بيبي فيس، جهاز عشقي هذا. شكرا جزيلا دكتور على سرعة الردود. هلا.